اوكي، السلام عليكم، اهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم راح اتكلم معاكم عن 13.2.3 اللي قبل شوي نزلت هذا تعديلات، ما في اي شيء جديد في النسخه. فالرقم الثالث تغير، تحسينات بس، يقول لك الايميل في السيرش عدلوه، بعض البرامج الخلفيه ما تشتغل تقريبا عدلوها. فتعديلات خفيفه، انصح كل شخص اللي على iOS 13.2.2 او شيء يحدث لها، مع انه ما شفت فيها مشاكل. انا ما شفت اي شخص يتكلم عن مشاكل في 13.2 بما ان عدلوا كل شيء يعتبر فيه، لكن ابغى تقول في مشاكل. فكل شخص حدوها، يعني ما في اي شيء، بما انه تحسينات تعديل حق الجهاز. طبعا هم ابل نزلت ذا الشيء، هي تحسينات تتكلم، طلع لك مصيبه تقول لك في تحسينات تعديلات. هو اكثر شيء يكون لك احيانا امان للجهاز، في مشاكل بالجهاز يكون مثلا حق الجنريك في ثغره في النظام تعدلها، بس ما تكتب لك انه في ثغره. فتكون تحسينات هو التعديل. الابديتات اللي تنزل دي التحديثات الكثيره احيانا انت تحس فيها تقول ليش تنزلها حتى لو انه ما في مشاكل. ابل تشوفها من جهه ثانيه انه علشان تزيد ثغرات، وما تبي تقول حق العالم تزيد. خصوصا لو انك تركزون اول ينزل الجيلبريك، بعدها بيوم بيومين تنزل لك نسخه تقول لك عدلنا في تحسين هذا الشيء وتحسين هذا الشيء، والاصل هو تسكير ثغره بس. اتمنى الكل يحدث، واسف على الصوت اذا كان مو واضح نفس الفيديوهات اللي قبل، لان المايك لازم في السياره. السلام عليكم.